يقطع إبراهيم عدة كيلومترات بهدف الحصول على العلاج المجاني في كلية طب الأسنان. يرى إبراهيم نفسه محظوظا لامتلاكه دراجة نارية يتمكن بواسطتها من مراجعة الكلية في الوقت الذي يصعب على الكثيرين قطع تلك المسافة مشيا على الأقدام. الوضع الاقتصادي يعني المصروف غالي وتكلفة يعني كبيرة، عم نجي بنضطر لهون، بنجي على الجامعة لأنه ببلاش يعني. تستقبل كليات الطب شمال غربي سوريا ما يزيد عن 500 مراجع بشكل يومي، معظمهم من السكان القاطنين في المخيمات، وتعمل الكليات بدورها على تقديم العلاج المجاني وإحالة الحالات التي تستوجب التحويل إلى المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. خدمات تقدم إلى جميع المراجعين، هناك غرفة استقبال للمرضى، يتم تشخيص الحالة وإحالتها إلى الجهة المختصة، حيث يقوم الطلاب بإشراف نخبة من الدكاترة بإجراء العلاجات المطلوبة للمرضى. مراجعة النازحين لكليات الطب للحصول على العلاج يحمل فوائد كبيرة لطلبة الطب الذين تزداد خبرتهم يوما بعد آخر من جهة، وتمكنهم من تخطي الصعوبات التي تواجههم أثناء علاج النازحين من جهة أخرى. في عدة صعوبات، مثلا إذا أجانا مريض على العيادة كان يشكو من مرض ويريد معالجة قسرا، ما بنحسن نعالجه، في أمراض محددة ما بنحسن نتعامل معها، مثل أمراض التهاب الكبد، أمراض الإيدز، أمراض المناعة، نحن صعب نتعامل مع هيك حالات. انتشار ظاهرة مراجعة السكان لكليات الطب بهدف العلاج يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المشافي الخاصة، إضافة لاكتظاظ المشافي العامة وابتعادها عن أماكن سكنهم. الحرب بينتج عن الحرب والقصف والدمار والكوارث، بدي يصير فقر، بدي يصير نزوح، بدي يصير تهجير للناس، بدي يعني ظاهرة طبيعية في ظل الحرب. تواجه مناطق المعارضة تدهورا في الوضع الصحي لا يقتصر على نقص المستلزمات الطبية فحسب، بل نقص في الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وتقنيين، كل ذلك جعل الواقع الصحي مأزوما. كثيرا ما كان يواجه طلبة الطب صعوبة في إيجاد مرضى مناسبين للعلاج على أيديهم بحكم متطلباتهم الجامعية، بيد أن الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها السكان هنا دفعت كثيرين منهم للتوجه إلى هذه الجامعات للاستفادة من العلاج المجاني المقدم، ليواجه القائمون على هذه الجامعات صعوبة في تقديم العلاج المناسب لعشرات المراجعين يومياً. يمان السيد، الحرة، محافظة إدلب.